السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بننتقل من موضوع الـ VTP اللي هو الـ VLAN Trunking Protocol اللي هو ما له دخل بالترانكينج، هو فقط بنقل المعلومات ما بين السويتشز عشان يشكل دومين واحد، فبينقل معلومات عن الـ VLANs، لكن هو ما مش يعني ترانكينج. الآن بدنا نعمل configuration للترانكينج. الآن لو مثلا دخلت على السويتش 1، تمام، دخلت على يعني احنا حاليا في اليوزر بريفليجد مود، فشو مثلا انترفيس ايثرنت ايثرنت شو انترفيس مثلا ايثرنت مثلا 0.0.0. فهون طبعا بيتكلم عن اشياء. اول شيء بحكي لي انه الانترفيس اب، يعني وصلته كهرباء، يعني موصول بال يعني بالكهرباء. لاين بروتوكول از اب، يعني كونكتد، يعني في حدا بالطرف المقابل. في كمان مثلا طبعا بحكي اوتو دوبلكس اوتو سبيد، يعني هو حسب الطرف الثاني بيحدد، بتناقش مع اللي بالطرف الاخر الجهاز اللي بالطرف الاخر وبحدد الدوبلكس، يعني اما فول دوبلكس او هالف دوبلكس. طبعا اوتو سبيد احنا بنعرف انه السبيد ممكن تكون 10 ميجا بت بير سكند، 100 ميجا بت بير سكند، او طبعا 1 جيجا اذا كان طبعا جهاز يعني فيه انترفيس بدعم 1 جيجا بت بير سكند. الميديا شو نوعها ولا، لكن انا ببحث عن اللي هو انا مش شايف انكلود دايناميك، ما في include dynamic. طيب switch port، switch port هنا يعني اللي بهمنا بالswitch port، لأنه إحنا بنتعامل مع عملية switching. فهو بحكي لي اسم الانترفيس switch port enabled، يعني هو شغال على layer 2، ما بنقول اي بي فريم باكيتس، بحكي مع الفريمز. ف ترانك اوبريشنال مود حاليا هو عباره عن ترانك شغال، ادمنستريتيف مود دايناميك ديزايربل. طبعا دايناميك ديزايربل يعني بتحدث انه هنا اذا كان عندي امكانيه اني اعمل ترانكس، يعني لو حكيت له شو ترانك شو انترفيس ترانك، فاحنا هون بنشوف انه الترانكينج كلياتهم، بما انه هذا الروت سويتش كلياتهم اون وكلياتهم في عمليه ترانكينج. بينما انا لو انتقل لهذا شو انترفيس ترانك، فراح تلاحظ هون كلهم ترانكينج، لكن الفرق بين الروت والها انه مش كل الانترفيسز راح يكونوا اون، يعني مش راح يكونوا شغالات او مش راح يكونوا اوبريشنال. ليش؟ لانه راح يكون السبانينج تري عامل لهم حجب. طبعا هون بالنسبه للانكابسوليشن اي اس ال انتر سويتش لينك اللي هي تابعه لشركه سيسكو فقط، مش ال 802.1 كيو. يعني نرجع فقط الاعلى شوي، هاي operation trunking encapsulation ISL. لكن حاليا احنا بدنا نعمل عملية اعداد للترانكس او الترانكينج داخل اللان. فبدك تدخل اول شيء تحدد الترانك encapsulation، فانا راح ادخل راح نعمل مثلا هذول الاثنين ترانك ويكونوا 802.1 كيو،
ويكون هذول اثنين ISL وهذول ISL. فمباشرة بتدخل على Global Configuration Mode Configure Terminal Interface Range علشان ما يعني علشان ما تدخل على Interface. فطبعا بدك تحكي له Ethernet طبعا. فبعدين بتحكي له Switchport Trunk Encapsulation. طبعا هون بنشوف الانكابسوليشن الموجوده. في عندك النيغوشييت اللي هو بيكون بالوضع الطبيعي نيغوشييت، تناقش مع الطرف الثاني وبحكي له انه احنا يا اما بنكون 802.1q.1q او ISL زي ما احنا شايفينه انتر سويتش لينك. ف حكينا احنا بدنا نعمل .1q. ف بعدين بتحكي له سويتش بورت مود، ايش المود اللي بده يشتغل عليه اللي هو ترانك. بعدين يعني هيك بكون صار في عملية الترانكينج. لكن انت هون بحاجة انك تروح للسويتش الاخر وتدخل على جلوبال على انيبل كونفيجر تيرمينال. بعدين بدك تحكي انترفيس رينج ايثرنت 0/0.1 /-1. بعدين بدك تحكي له switch port trunk encapsulation .1q او 802.1q. بعدين بدك تحكي له switch port mode trunk. حاليا لو رجعنا مرة ثانية وحكينا له show interface trunk فتغير الموضوع انه بطل زي اول. وحتى هون احنا شايفين هون انه ISL ISL وترانكينج. لكن انا حاليا لو حكيت له show interface trunk راح نشوف انه تغيره وصار عندنا 802.1q وبطل desirable. هاي صارت on مش زي ما احنا شايفين هون على switch هذا اللي هو desirable الموضوع، يعني موضوع يعني بمشيئتكو او برؤية السويتشز، وهو شيء مش منيح لانه ممكن يعني يعني احنا بنعرف انه كمبيوتر فهو بيشتغل حسب برمجية معينة احنا بنبرمجه عليها. الان بننتقل للانترفيسز الثانية. احنا شفنا ان احنا عملنا هدول 802.1q. فانا يفضل انه احنا اتفقنا انه هدول كمان 802.1q واللي في الوسط ISL. فعنا 03 و 02 فكونفيجر تيرمينال. بعدين تحكي له 2 ل 3. بعدين انكابسوليشن مود ترانك. بس فقط بدك تيجي على الاكسس لاير سويتش تحكي له انه انا بدي ادخل على كونفيجريشن على الكونفيجر تيرمينال. بعدين بتحكي له اللي هو الانترفيس رينج ايثرنت من 0 2 ل 3. بعدين سويتش بورت ترانك انكابسوليشن .1q سويتش سويتش بورت مود ترانك. يعني هيك بنكون احنا عملناهم هدول اثنين configuration. برد نرجع حاليا وبندخل على اللي هو من احنا 0 1 ومن 2 ل 3 واللي في الوسط كانوا 1 1 يعني 1/0 ل 1. فطبعا switch port ما بتخليه يكون في وضعية desirable نهائيا لأي سبب من الأسباب، لأن احنا حكينا انه جهاز كمبيوتر واحنا ما بدنا نتركه يعمل عشوائيا. ف ISL و switch port mode trunk. حاليا احنا شفنا العملية انه كيف كان الاعدادات قبل. ففقط انترفيس ترانك راح نشوف انه في عنا ISL واختفت وصارت on وصار عنا يعني الترانكينج والوضعية وكل امورنا تمام. الان راح ننتقل لسويتش
switch to configure terminal interface range اللي هو ايثرنت /0 ل 1 switch port trunk encapsulation ISL ما يعني على الجهتين لما انت انت عملت configuration عملت من هون ISL على هذول من هون بدك تعمل هذول ISL اذا عملت مثلا هون ISL وهون .1Q او .1Q ISL link is down فطبعا هاي بالنسبة 1.0 واحنا حكينا انه اللينكس اللي بالوسط رح يكونوا ISL للأطراف رح يكونوا .1Q ما رح يفرق شيء غير فقط في الانكابسوليشن وباقي الاعدادات رح تكون نفس الشيء فانا رح يعني اختار انه مثلا ايثرنت يعني انه نكمل الاعدادات بشكل كامل هذا اللينك اللي موجود عندنا في الاسفل هون فهذا راح يكون .1Q 802.1Q 802.1Q وراح يكون عندك مود ترانك انا ما 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 وضعته في وضعية ترانك والدليل انه do show interface trunk فشايفين هنا في عندي مشكلة صارت انه لسه في وضعية الديزايربل فانا راح ارجع الى الى هون واحكي له switch port mode trunk حاليا راح يصير في وضعية الاون فننتقل مرة ثانية ل الانترفيس اللي في الاسفل بحكي له طبعا اللي هو .1Q وانه في مود ترانك حاليا لما اعمل شو راح نشوف انه صاروا اون وصار اون فانا بيبقى عندي بس شيء اخير اللي هم 0203 02 3 فمود اول شيء بتحط الانكابسوليشن طب خلينا بس نشوف شو بيصير لو ما حطينا الانكابسوليشن نو وحطينا سويتش بورد مود ترانك اها كوماند ريجكتد انترفيس هوز ترانك انكابسوليشن از اوتو كانت بي كونفيجر تو ترانك مود ما بتقدرش تعمل كونفيجريشن للترانك اذا كان هو اوتو يعني انت حكي له انه انت حدد شو تكون يا اما تكون ترانك يا اما تكون اكسس فبهذا الوضع لازم نحط .1Q بعدين نقول له ترانك بهاي الحالة يعني احنا شفنا انه صاروا كلاتهم في وضعية الاون وحددنا statically يعني بشكل hard coded الموضوع هيك السويتش اكسس تو يعني الكونفيجريشن إلو 100% بيبقى عنا هون نشوف يبدو انه هون احنا بحاجة لإعدادات اكثر لانه احنا فقط اعددنا الانترفيسز يلي هون فيفضل ان ننتقل حاليا للي هم 0/1 switch port trunk encapsulation switch port mode trunk بعدها بننتقل لا اللي هم 1/0 ل 1 هذول اللي في الوسط او كما يعني اتفقنا انه يعني هذول الاثنين راح يكونوا في عمليه الاي اس ال او اللي هو انتر سويتش لينك فالانكابسوليشن راح تكون اي اس ال سويتش بورت مود ترانك هيك لو حكيت له do show interface trunk فمنشوف هنا انه كلهم في وضعية الاون وكلياتهم encapsulation زي ما احنا بدنا 100%
بيبقى عندنا هون احنا عملنا configuration لهذا ولهذا ولهذا السويتش، فبيبقى عندنا switch distribution switch اللي هو 2. مثلا لو حكيت show interface trunk فقط عندنا شيء واحد مباشر منتقل للجلوبال كونفيجريشن مود ومنتقل للانترفيس رينج ايثرنت. ايثرنت اللي هو احنا عملنا كونفيجريشن لا فقط للي متجه انه هو ديستريبيوشن سويتش 1، فمباشره بننتقل للي هم بدنا نعملهم باتجاه 0 باتجاه الاكسس سويتش 2. فبنحكي له سويتش بورت مود ترانك انكاب سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. لكن الان ننتقل لاخر انترفيس تو انترفيسز اللي هم 1/0-1، نحكي له سويتش بورت ترانك انكابسوليشن اي اس ال وسويتش بورت مود ترانك. وهيك لو حكيت له حاليا دو شو انترفيس ترانك فبيكونوا كلياتهم زي ما احنا بدنا 100%. طبعا لما انا اعمل ترانكينج هون لسه بعد السبانك تري شغاله يعني بوضعيتها الطبيعيه او بتعمل في الوضع الطبيعي، يعني انا ما عملت يعني شو سبانينج تري، لكن هي فعليا الترانكس يعني بتغير في طبيعه السبانينج تري بس لحديت الان. يعني لو شفنا اكتف ففي عنا اشي فوروردينج وفي شيء بلوكينج. فوروردينج بلوكينج مين اللي بيحدد انه بلوكينج ومين بيحدد انه فوروردينج؟ السبانينج تري. اتوقع انه سبانينج تري يعني طبعا، لكن بغض النظر عن طبيعة البورتس يلي بصير فيهم تغيير لكن الروت ما بتغير نهائيا، الروت بيبقى زي ما هو. حاليا لو حكيت اجيت على مثلا انترفيس وحكيت له شو انترفيس مثلا ايثرنت 0/0 سويتش بورت، الان تغير الموضوع عندي، صار عندي اوبريشنال مود دوت 1 كيو ادمنستريف ترانكينج مود دوت 1 كيو اوبريشنال مود ترانك. يعني ما اختفت عندي الاشياء اللي كانت في السابق في بدايه الكونفيجريشن، تغير طبيعه ال الكونفيجريشن او خليها طبيعة الانترفيس اللي متعامل معه. في كمان شيء يعني هون لازم ننتبه له انه بيحكي لي انه ترانكينج نيتيف مود اللي هو VLAN 1 وترانكينج VLANs enabled ترانكينج VLAN enabled all. طبعا يعني اتوقع هاي يعني كل شيء خاص بالبيسك ترانكينج ما بين السويتشز بشكل عام، يعني مش يعني باي سويتشينج ما فيش انا غير اي اس ال اللي هو انتر سويتش لينك تبع سيسكو او دوت 1 كيو، وانت بتعمل هارد كودينج لطبيعه الترانكس اللي انت بدك اياهم. يعني راح طبعا ننهي هذا الفيديو، في فيديو اللاحق او التالي راح نتكلم عن يعني عن مواضيع اخرى، لانه يبدو انه يعني كافي. راح نتكلم عن الايثر شانل وراح نعملهم كونفيجريشن. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.